فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لزيارة قبور العلماء فضل على زيارة قبور الموتى الآخرين أم أن الأجر واحد؟ نعم، زيارة قبور العلماء والصالحين للدعاء لهم لما لهم من الحق، لما لهم من الحق على الأمة لا بأس به، لأن الله فضلهم وهم أيضا آثروا، وهم أيضا آثروا علما ومنافع للمسلمين، فيخصون بالدعاء والزيارة أكثر من غيرهم. نعم، مثل ما يخصون بالاستغفار والدعاء لهم، نعم، لما قدموه للأمة من الخير والعلم والقدوة. نعم.